تحكي مع الحبايب. الحبايب على المحبة يعودونا ورجعوا من تاني اللي سهرونا كل الحب. الله بيقبلني أنا. ألو؟ لك يسلم لي هالألو. موسيقى موسيقى عم بسمع موسيقى. لك بخيلة الضحكة أنا. اشتقت لك أنت. اشتقت لي؟ اشتاق لك. اشتاق لك كتير. نفسي ما فارقك ولا دقيقة. ايه ولسه ما شفت شي. ليل نهار وصبح وعصر وظهر وصيف وشتاء وخريف وربيع. شو بدي اقول لك؟ شو عامله فيني انت ما بعرف. مو عامله شيء بس مبسوطه من سهرة امبارح. ايه وانا كثير انبسطت. انت عم بتجامل شيء سفر؟ لا ما فيها مجامله. ليكي كلام نابع من القلب مبين انه ما في مجامله. انت عم جامليني شيء؟ يو ليش ما بتعرف اذا عم جاملك او لا؟ لا بعرف من عيونك. انا حبيت عيونك اول شيء. حبيت نظرتك. يو بس عيوني؟ لا مو بس عيونك. كلك على بعضك حلو. والأحلى الغزل بعيونك. أيه. كلي سبوعتي جاي اليوم على السهرة؟ اليوم؟ ما بعرف حبيبتي. نحكي مع بعض. ايه إذا عم بتتقل حالك أنا مو خفيفة أبداً ها؟ لك دخيله. أنا دخيله. دخيله اللي دمه خفيف ما أحلى. هلا قلنا من سيرة الثقيل والخفيف، قلي ليش ما بدك تجي اليوم؟ ما بعرف شو بصير عندي شغل حديد. اها يعني الشغل اهم مني؟ لا لك انت اهم من الشغل واهم من اي شيء عندي. ايه معناها لا شغل ولا مواعيد، عم تفهم؟ لا اكيد. انا بلغي كل مواعيدي بس انت امري. ايه ما يأمر عليك ظالم. تسلمي لي. ايه معناها رح خلي الشوفير يجهز لنا امور السهرة؟ بس عم يزعجنا كثير هذا. فايت طالع هذا الشوفير تبعي ما بعرف شو اسمه. لك يا عمري عم يخدمنا حتى ما ينقصنا شيء. يعني ما بنحكي كلمتين على بعض وبنقطع. ايه خلص تقبرني خلص لا تزعل. بصير ببعته شي مشوار لما تجي انت؟ ايه بعدين مشوار بعيد خليه يطول. اتكرم عينك ما بصير غير يلي بدك اياه. ما مشكلة حبيبتي. عم بتحاكيني من الشغل يا قلبي؟ لا بالبيت بدي ريح شوي بعدين انزل على المكتب. يعني بدك تجي اليوم ولا بدك تزعلني؟ لا اكيد 99.99% بجي. دخيله انا البيت. حبيبتي شو بيلزمك؟ شو بدك قولي لي؟ بس اعملي لي الو. ما بتقدري تحكي بعتي لي رسالة بطلباتك وأنا علي التنفيذ. ما بدي غير شوفك بيبي. ماشي يا عمري. لا انتبهي على حالك. انتبهي على حالك منيح. وأنت كمان يا روحي انتبهي على حالك. ماشي حبيبي. مع السلامة. الحب حلاوته بالأنطر ظهور من نقب المزار يا حلاوة نهود في الأعمار. يا ليت تفتح النفس مو كامل. أمير وأمير وشي رايح وشي جاي وأبو سامير يشوف حياته شوي يريح. العمر مرة واحدة بس. أنا شو بدك مني؟ ولا احنا رفقه ولا هلا عمل ولا فتره طويله مع المدام ما بصير نقطع بعض. الله يخليك. هو فين؟ صاير لك انت؟
شو صاير لي؟ قول لحالك نازل بعدين شو بدكش بوش الزلمه؟ زلمه خواجه ومو بعينه صح هو بصراحه ما عم يكشخشك ما عم يعطيك لانه انت اضغن قاعد عامل لي يعني قاعد مثل كيس الجمبيس قدامه ما بيصير تحلى فردها طلب منك ترسله رسله يعني اعمل لك شيء شغله مو يعني بالمعنى هذا طول بالك هلا اهم شيء انت ما تقطع لي قدام المدام وبعدين بصير مضحك شوي شوي بصير مضحك بردا بردا لا تخلي وشك مثل الغيب السخن يعني خليك هيك مضبوط هي سبع يعني هيك يعني انه خليك طري يعني لا تكون قاسي مثل كيس جمبيز ما بتتحرك ليمين ولا شمال وبتبطل تعطي علي قدام المدام يا طول مدام ما مدام المدام هذا بتعمل تحكي تليفون ومروق كثير ومستهجئ على الاخر ها هذا صوتك يمين شمال خفف لي صوتك المهم انت مروق هلا انت ايه مروق كثير بس ضبط لي موضوع علي يعني حاج تحكي حاج تعطي علي قدام اذا بتريد الله يخليك يا وزير انا بحبك انت امشي مثل ما بدي ما بكون غير رضيان خلص انا بحل موضوعك يعني ايه شو هاد يا اهلين يا اهلين بس يا اهلين بستك شو هذا سبق؟ لك الله يرضى عليك الهي شو هذا سبق والله جبته والله جابه لا سبق هيك ظريف ومرتب وبين عالم وناس ايه ما في منه عالم وناس وكتير ما في منه خواجه كيفك وليان؟ الحمد لله شو رايكم تعملنا فنجان قهوه؟ والله الدنيا حلوه كثير اخوي وليان ولو الله يسامحك والله ما بعرف ادري قهوه انا بحياتي ما عملت قهوه ما بدها شيء فنجان قهوه ايه. يعني بده فنجان مي ومعلقه قهوه ما بدها انت تعال على كيف بتصير حاعلمه ما ليش بدها مو متحرك بسرعه لك هو لا تصبر بسرعه تعلم من وسيم يا وليان تعال يا وليام هزي يا وليدي لك شو الحلو لك شو الرقص الحلو وشو الجو الحلو عجبك تقبرني بعرف ارقص لك بتجنني شو بتعرف ترقصي بتعرف ترقصي وبس يعني هيك ما بعرف شو بدي لك ما بعرف شو انا سوسو على سن رماح والنعم والنعم اهلين وليام نورتنا يا معلمنا اهلين ضبط حكاوتين وابتسم هيك بقبل على الحياة مبسوط فيك الله وكيلك مساعدة الدنيا تسلم لي عينك حبيبي بدي اطلب منك طلب طلب واحد عيوني اليك امري بس تجي لهون ما في داعي لا تقعد برسمية ولا تقعد هيك بكتير يعني ترسم فيها خذ راحتك فرفش حبيبي يعني بعدين ما عاد في داعي تجيب نطقم الرسمية خليك هيك فريش ان شاء الله بيقبرني انا الازرق على الاسود تسلميلي عم تخجليني وانا يعني بس اشر لي شو اشر لك شو بدك امين شو بدك يا سيدة تسلم لي ما بتقصر يا وليام يعني انا يا سوسو يا انسه يا سوني يا ما بعرف شو بدي اقول لك يعني بدون انسه قلي سوسو حرف يا سوسو حرف يعني ما بحب حالي يكون غليظ انا ودمي ثقيل يسلموا عسل حبيبي انت دمك مو غليظ ولا ثقيل اذا انت دمك خفيف غليظ يعني مين اللي بده يكون دمه خفيف وسيم اليوم اردفت له مصنع اردفته مشان ما تزعل احسن ما بعرف شو يعني هو ليكي يعني له الفضل انه طلعت رفيقه لعندي وكان السبب انه عرفني عليكي بس سعيد مو سعيد والسهره مو حلوه لما تكون موجود مانك شايفنا هلا اليوم مبسوطين غير شكل عقلي وليام لا تعطي على وسيم تقبرني والله ما في منه ظريف اي ظريف وسيم يعني لك صحه وهنا شو الحلو هذا شو عامل شو بتاكلي شو بتشربي لحتى هيك كل هالحلاوه هي عامل شيء بقيت بتياب البيت تقبرني مشان هيك خليك على الطبيعه بس اقوم على الطبيعه هلا هدول تياب البيت ايه تياب البيت يسلم لي البيت وتيابه واصحابه وعكازته شو كمان ومدير اعماله تسلم استاذنا تسلم احلى سبعه والله تسلم لي بزوي وليام ايه وليام ما في منه ان شاء الله بيقبرني اي والله ان شاء الله بيقبرني ما حط اي كلمة انا لا تقولي يا يقبرني ما حبيبي له تقبرني له ان شاء الله بتقبرني
ما بعرف يعني ليك انا هيك ما بحب كونه ثقيل، ما بحب دمي يكونه ثقيل، بس اذا خليك مني اللي خلص امره. لا ولو انت دمك ثقيل. اريد بصحة وهنا. اطيب سيجارة بشربها بحياتي. مو معقولة. مو لازم اشربها هيك، لازم احطها. سلامتك حبيبي سلامتك. الله يسلمك. يعني ما بعرف انا كثير مبسوط، كثير مبسوط وقت بجي لعندك هيك بصراحة مالي نفس روح. بحب هيك احكي ونقعد واحكي وما بعرف. طيب دقيقة، ويليام؟ مالي مدام؟ اتركنا لحالنا شوي. على عينك. الله معه. كمل لي. مزوي مزوي. كمل لي، شو بتحب؟ شو بحب؟ اللي يعني بحب كل شيء عندك، هيك ما بعرف شو صار، في شيء عم يجذبني، يعني بكون قاعد بالشغل. كل شيء. حبيبي. يا عيوني. شو رأيك تقوم معي؟ تا تا تا. أهلي مش. ليش هيك نايمة هون؟ لك شو قصتك؟ الفترة لك امي شو ليش نايمة هون؟ سهرانة يعني؟ مين كسر؟ سهرانة انت وجابر؟ لا هذاك عم يشخر قبل الدجاجة وبنتها بينام. طب كيف؟ ما نمت انا امي، ما نمت. ما نمتي؟ لك ليش ما نمتي؟ في شيء يعني جاكي ضيوف بالليل؟ مو معقولة ما بيجيكي حدا بالليل بعد ما نام؟ مبسوطة فرحانة ما جايني نوم. خير فرحيني معك. اليوم جاي أول بنت لعنا. جاي أول بنت لعنا؟ إيه أول بنت اللي بتستأجر البيت. لك إيه تقبرني والله فرحانة ومبسوطة، أنا شو معك؟ لك يا أمي، يا أمي شفتي شلون بتزعليني أنتي وبتخليني أزعل منك؟ يعني معقولة ما تنامي طول الليل وتضلي سهرانة وتنامي على الكنباية وترجعي كرابتك وتشربي كلها القهوة لأنه جاي بنت؟ إيش ومين اللي جاي بدر الدجا يعني؟ حبيبي خفت أنا نام جوا وأغفى وما أسمع دق الباب. عم بنطرهم هون استناهم جاهية وسماء. يا امي يا امي تجي اهلا وسهلا، اهلا وسهلا تجي، بس خلاص اعطيهم موعد، يقولوا انت على الساعة 10 11 في براحتك، نام براحتك، صحتك كمان، صحتك بتهمني. حبيبي بدها تحط اغراضها البنت وتروح على الجامعة، حرام. طيب. اخ انت وقلبك، انت وقلبك الحنون هذا، خطي ما اختلفنا يا امي، بس مو على حساب صحتك، مو على حساب راحتك يا امي. انا مبسوطة حبيبي، انا مبسوطة، حاقوم اسوي لك. لك لا خلاص عادي تأخرت، أنا بدي أروح بشرب قهوة بالمكتب. قهوتي غير قهوة المكتب، تقبرني. لك بعرف عيد الشر عنك يا أمي، لا تقولي تقبرني، 100 مرة صرت عليك ياها، قهوتك أطيب قهوة بالعالم، بس تأخرت ما فيني، كل يوم عم بعلق أنا وأبو سامبير مشان التأخير. لك علاك لا ترد عليه. لك ما اختلفنا، بس يعني ما حلوة، إذا صاحبك حصل لك الحسو كله كمان. اسمع لقلك، حقلك مثل جابر، عندي فكرة. شو؟ ليش ما بتضل انت هلا هون؟ ايه بين ما تجي هلا البنت وتشوفها انت وتفحصها هيك انه خرج ناجرها ولا لا؟ لك يا امي شو شوفها وافحصها؟ شو دكتور انا لحتى افحصها؟ يعني هيك شكلها موديلة مرتبة مو مرتبة آدمية، انت ما مر رجال عنده نظر. لا ما حلوة ما حلوة ما بصير، لا انا قلت لك بدك تعطي تعليماتك انت، يكونوا فوتتهم طلعتهم بأدب، إذا هدول يشوفوني قاعد وعم بستنوا وفكروني والله جاي أنا بدي أحب وأعشق وأتمعشى وأخطب، لا هدول طلاب جايين تحطيهم انت بالبيت تسلي انت وياهم. انت صاحب أنا بيت. ما لي علاقة. ما اختلفنا صاحب بيت، انا بشوفهم ببقى بعدين هيك بلمعهم من بعيد لبعيد، اما انا لا أيه. خليني بعيد أيه. عنهم امي. لا لازم تشوفهم. بشوفهم امي أيه. بس انت تقرري، انت مثل ما قلت لك اهم شيء اعطيهم تعليمات مشان الجيران. ايه ايه اكيد ما بدي حدا من الجيران يشتكي. ايه ايه طبعا ماشي خلص. انا تاخرت رح اروح على البيت، بس انت ريحي حالك، نامي لك قومي نامي لك. لا مو محرجة هلا قربت جايته حبيبي، هلا قربت جايته. مو تطولي ولا بقى تشربي قهوه كثير، لا ترفع الضغط القهوه. شلون مفيد بعد كل هالقهوة ما بعرف. مو مشكلة يا امي ديري بالك على حالك، بدك شيء؟ سلام. ابعث لك شيء مع جابر؟ ايه اذا بدي شيء بقول لك تبعته مع هذا المجنون. ماشي يلا بعيني. هاي من البسوة. الله معك تقبرني، بالتوفيق يا رب.
الله يحميك توصل بالسلامة. لك يا سبع يا سبع البوابة أخي، أنا راح عندك سبع هيك حاف، أنت هلا ماني موظف عندك، أنت ابن خالتي، يعني من لحمي ودمي، أنا لازم أنصحك، يعني وين وين المشكلة إذا هدول الأربع 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 ترى شوي منيك بصحية. لا خلاص هلا تقوم المساء. يعني وين المشكلة إذا استأجروا عندك؟ بالعكس. وطي صوتك، وطي صوتك، شو استأجروا ما استأجروا؟ روحك تحكي هالحكي دام أبو سامرة. لا خلص، صرت كبير وغني. شو ها؟ بير غني. بير. بير غني. بير. بير. بير بير ايه غني ما تخبل ابو سامر، بس انا بدي اياه منك، هدول اذا استاجروا عندك اربع بنات بجوز تتعرف على وحده منهم تحبك وتحبك، تخطبها وتخطبك، تتجوزها وتتجوزك، ويصير عندكم واع وبيع، ما في احلى من الحياه تقعد فيه الصبح لك تقبشني ابن عمي تشرب قهوه، بدي اي من دياتك الحلوين سمنه وعسل، بتقول لك ابن عمي حبيبي جوعان، يا جوعان يا تقبشيني. هلا هيك الجواز، هيك الجواز بقك انت، تشرب قهوه ابن عمي جوعان، هذا الجواز هيك بس اكلوا شربوا قهوه. دكتور مو هيك، بس تكون معصب، بتقول لها بنت عمي انا معصب، هي بتذوقك. المرأة هي وينك؟ نص الرجل، هي نص دينك اول شيء، وثاني شيء المرأة حياة حلوة. اهلين ابو سامي. اهلين اهلين استاذ. خليك على جنب. لا ما بجي على جنب. السلام عليكم. السلام. شباب يا خلقتك فايت الصبح. لك شو بعرفني ام سامي، لك اخ من النسوان وتعتير النسوان ولبكة النسوان. اخي خير شو صاير معك شباب؟ على حب الله. هاي طلبية، هاي طلبية، لك هاي طلبية هاي. شو بعرفني يا زلمة، مو بخلي غلط انا بدي اياه، لا وممكن غلط نوعين نوعين. شو عم جاهز عروس من اول وجديد انت؟ انا بعرف بس خلص من هون روح اخذ مشوار على بيت اهلك. وبيت اهلك وين؟ وين؟ شو بعرفني باخر ما عمر الله. ايه اخي يستر عرضك، ما شربت القهوه اتغنات انا وياه وجيت. هيك فنجان قهوه ساده وعقده شوي الله يجبرك. روي روي ساوي له قهوه بسرعه لو سامح. بس يعني هي ما قالت لك ابن عمي تكرم عينك احلى فنجان قهوه؟ بلا قالت لي تشكل قاسي. ايوه روح لا جابر. هذا متاثر من المسلسلات يا اخي، صار له ساعه عم يقول لي لك جابر لك من هون القهوه شباب. ايه بس قصدي كنت رايح اتجوز. رايح اخذ ما بعد شو احلى فنجان قهوه حاضر ابن عمي شري ما عم بقول لك متاثر بالمسلسلات هذا قاعد عم يقول لي والله جواز ومدري شو. اوعى الصبر اوعى. ايوه لا مرة عم تقلي بدنا نتجوزك. لا قصدي يعني شوف هي حظها مثل البطيخة. شو بطيخة؟ شو عمرها؟ انت وحظك. شفت انا مشان هيك عم بحسبها، مشان هيك مو عم عد لها العشرة، عم عد لها 10000. لحظة شوي. ايه مسامي. ايه. انضرب على قلبي شفتهم بالورقة اللي هيكن قدامي. ايه. شو بدك تقولي؟ شو؟ شو؟ اهلك كلهم رح يجوا لعنا؟ شو ساوي؟ ايه خلاص مش الحال. ايه علم الله معك مع السلامة. هذا اللي ناقص جايين بيت اهلنا كله اللي عندي. عجبك على القصة؟ شوفي ما بعرف. يلا شوي بس لتغلي ركوة مصفوط مشان ترقد تصبتهم اياها. مو مشكلة الشغلة بدها طولت بال ابو سامر. طولناها صار يجر ورانا. يا استاذ ابو سامر اساسا ما في احلى من الواحد هيك تقعد العيله هيك على بركتها. انا بزماناته كان يجي عديدي عندي. ايه عديدي وبيت حماي وبلاد حماي شو نقعد ننبسط. لك روح من خلقتي يقطع عمرك انت وبيت حماك. لك مو متجوز هذا. اسمع عمي سبع اوعك تفكر بجواز. ها لا تتجوز ابنه. اعوذ بالله شو اتجوز ما اتجوز. انا عم لك عم عد لها 10000 ما اتجوز. بس هلكوني امي من قرني وجابر من قرني وانت هذيك المره عم تقلي اتجوز. شو وسيم؟ هلا حلوين شو المراه؟ روعه بجنن يعني. بعدين انت ست الكل بالبالك كل شيء. تسلمي وسيم. وليام؟ ايه مريني يا مدام. شو أزعر؟ أمور الحفل اليوم كلها خالصة؟ كلها على 24 شيء على كيفك شيء بجنة. طيب بدون سمسرة ها؟ يعني خليك يعني وسيم خلاص ارفع عنه للزلمي. أنا اليوم على الموعد
اعطيني مفتاح السيارة. تفضلي وصلك مدام سيارة مغسولة وجاهزة ويعني زبطة و المفتاح رايحة مشوار ساعة زمان وبشر عبيت بنزين و خلص انا عم اقول لك ساعة انا مو مدام يلا وليام خليكم انتم الاثنين هون وانا عم اقول لكم مشوار ساعة زمان وراجعة لا تعصبوني مثل ما بدك مدام امرك مدام مثل ما بدك انتبهوا منيح ما بدي وصيكم وبلا مشاكل الله معك عرضنا نتفاهم وسيم شو بدنا نتفاهم؟ يعني لأين ترضك تضل تاخذ كل شيء انت؟ شو عم باخذ؟ ما عم باخذ شيء انا عم باخذ؟ يعني كلنا بنحب بعض يعني لازم بيني وبينك الامور مزبوط ولا لا؟ يعني انا بالعكس عم بقول للمدام والله صاير حباب وليام وصاير منيح وصاير هيك انه يعني سلس وصاير يضحك وش السبق يعني اهم شيء هيك السبع يعني بس يشوف حدا رايق قدامه هو ليش عم يجي يقعد هون؟ انا عم يلاقي ست الكل عم تضحك له وتغنجه وتغنجه وتدلله ما يعبي لك بجيبتك بس كمان انا لي مضبوط ولا لا؟ ايه ضحك منيح شفته بعيني امبارح كبسك العشرة طيب اعطيني نصها شو عشرة 10 ليرات هي ما بتجيب شيء هذا ايه والله مضبوط كل شيء غالي بس احنا ما لازم نتفق على شيء معين بحيث نتقاسم انا وياك كل شيء نص بالنص ايه لا كل واحد يعني يا حبيبي القصة ما بدها يعني هون كل واحد يدبر راسه يعني كيف بيخلص اموره انت يعني تحاق بتسم مو ما تخلي لي راس يا وسيم مو ما تخلي لي راس بالموضوع ما انا بدي رفع المدام من كل شيء لا هو بيحبني سبق بيحبني يعني انه بيقول انه والله وسيم ما في منه وسيم طيب وكذا وعلى طول هيك طول قاعده تلاقيه عم يسلم علي عم يسلم سلام ما في شيء بايده بحبك كثير بحبك طبعا بيحبني ليش تتذكر هذيك المره لما زبون اجى لي يعطيني 3000 قلت له لا لا هذا شوفير مدري شو ضبيت 3000 لجيبتها بس كنت شوفير جديد يا وسيمو ها جديد هذا صرنا اصدقاء وبنحب بعضنا احنا مزبوط يعني اذا جديد بتلعب بتقشر الرزقه كلها لإلا من هون وهيك نص الك نص الي نص ايه بصراحه خلص بزبط لك امور بالضبط تعطيني 1000 ليره اخر السهره لا مو 1000 ليره يعني اذا اعطاني 3 بعطيك 1000 ولي البين لانه انا جبت السبب جيب لك شي زبون هيك وانت عالم الناس خليها يعني المدام تكون مروقه منه صراحه ما مروقه ولا من زبون عم تجيبه انت ليش بعد ما جبت السبب رضت تستقبل اي زبون مني لانه خواجه جبت له شيء يعوض عن كل شيء طلعت لفوق مشان تشوف البيت لا إلا حصة هلا عم تتفقدوا عم تتفحصوا مزبوط عم تشوف الشبابيك بينفتحوا بفوت منهم حرامية بفوت لصوت عم تشوف البواب عم تشوف الحيطان عم تشوف ما بتعرفيها هلا ما لقيتي غير نضال جيبيها تستأجر كلهم منك ايه لك ايه مسترجلي ما بتعرفي يعني انتي سبحان الذي خلقك يعني كنت تجيبي غيره يلا مشي الحال هلا ايه مشي الحال قولتك ايه امي ايه هلا بردلك جواب وينو ابوكي لوين راح ايوه ايه ايه قلتي له يجيب معه اكتبي له ياهن على ورقه هلا بينسى واخوك شو عم يساوي ايه امي ايه ما بطول ان شاء الله سلمي عليها بتسلم عليكي وهي بتسلم عليكي تسلمي الله يسلمك ايه تقبريني ما بطول يلا بدك شيء الله معك مع السلامه ان شاء الله بتفرحي فيها يا رب الله يسلمك بوجودك ان شاء الله الله يسلمك يفرحك بابنك اخ من تمك لباب السما ان شاء الله كانه طولوا ماما ايه شوي هلا بتكون يعني هي شوي هيك موسوسه يعني تشوف الشبابيك تشوف البواب يعني تخاف يعني بدها تتاكد انه هن المتيني ما بينفعك من هون ما يعني بينتزل عليها او شيء عرفتي ما شاء الله حولها شكلها ما بتخاف هي حريصة يعني شكلها بضاي ما شاء الله
ان شاء الله. يلا هيك ان شاء الله يعجبها. بس لا انا بتوقع انه بيعجبها ومتين. بعدين انا كل الشبابيك حاطه لهم حديد. حاطه حديد لك يا نايه؟ ايه لك. ايوه ما شاء الله. يا ريتني طلعت انا شفتها. خلص بنطلع نعمل لهم زياره شي يوم ان شاء الله. ايه حبيبي. هلا هي البنت بدي احكي لك شوي عنها. ايه يا ريت. هلا هي البنت بنت عيلة يعني أكابر مو تشوفيها هيك. لا لا والله مريم مستمرتها يعني. ونظيفة ايه. وأحلاها. وهي عم تدرس جغرافيا. ايه. قلت لك يعني. ايه. هي من الطالبات الأوائل يعني. ما شاء الله حولها. يعني لو هي هيك شوية. لا لا مبين على الدراسة يعني ايه. نبر حكيها. بس على كيفك. مبين. مرباية وسربست ودريسة وكثير كثير. أخت رجالة. أخت رجالة. ايه. بتعجبك. ايه. يعني وجع راس ما في. وكانت هي بتحب الرياضة كتير. كانت بدها تفوت وتتعلم وتدرس الرياضة. بس يعني علاماتها جابوا لها جغرافيا. عم تدرس جغرافيا ومتفوقها. مش لو ما كان البنت على كيف كيفك. الله يوفقها يا رب وينجحها. وإن شاء الله تكون من نصيبه لابنه. هيك بيرتاح باله. أخت رجال وأبو ضال. والله بتريح هاي القصة. يا ستي ما حدا بيعرف وين نصيبه. كله ترتيب رب العالمين. الله يختار الخير. دعي له انتي دعي له. اخ ايش هو ادعي له؟ اي والله عم بدعي ليل نهار. نايمه عم بدعي له قايمه. حتى بالحلم عم بدعي له. الله هيك يهدي باله يا رب ويلهمه انه يقول لي يا امي جوزيني. يا ستي ان شاء الله. الله يحقق لك اللي ببالك واللي بباله. بجاه الانبياء. وما يخلي نفس بضيق الهي. امين الله يسمع منك. ويفرج علينا وعليك يا رب. إلهي يا ابني يا ابن بطني. يلهمك هيك وتقلي يا أمي روحي شوفي لي عروس ليسحل عقلي. انسبق؟ أيوة. أي والله طقطق حلقي. أي شبكي وين العروة؟ يلعكي ما نشفت المي. بعيد الشب. أي والله اشتقت لي. يعني إذا ما بدي أقول لك ما بتدقي لي. الحمد لله ماشي الحال. إيه تمام الحمد لله. الله يسلمك. بدك تجي يعني؟ يا ستي اهلا وسهلا. انت ما بتحبي ايه؟ شو صار معك؟ طمنيني. ايه فتشت البيت كله. جابر بفرجيكي على البيت. عشو مستعجلك بنتي؟ يعني ما بحب انا مضيعه الوقت وهيك خالتي. ايوه اهلا وسهلا. الله يكملك بعقلك يا رب. تسلمي. الله ما شاء الله حولك راكزه هيك وست ومؤدبه بتاخذي العقل. الله يعزك. اهلا بالعقيد. اهلين اهلين مسمو زين. اهلين خالتي. خالتي كمان شو هذا؟ هذا ابن اختي. هو هيك يقبرني هيك همشري شوي. ايه همشري همشري انا. هلا فتحنا. امشي عليك مكامل تعكم متعودة عليه. بيمزح حد الضحك. كليس جابر. نعم. خد القاسة نضال طلع فرجي. ايه تفضل اخي نضال. تفضل شري. الله يسعدك شرف. الله اهلين. تفضلي تفضلي اهلا وسهلا. يا خاطر خاطر بسبع بومبا. اذا ما رجعت بعد 3 دقائق اتصل بالشرطة. لا خلصني. تفضلي. يلا خاطري خاطي خاطري خاطي الله حبيبتي. الله معك. خلصني. ردي لي جواب حبيبتي إذا عجبك أو لا. هلأ نضال بنت كتير كتير مثقفة عم تدرس جغرافيا وعاقلة وراكزة. يعني لا تشوفيها هي كتير بتعجبك. بس أم كامل كأنه شوي مسترجلة. لا هي جدية يعني جدية هيك وبتحب يعني إنه هي جاية مشان البيت. بتحب هيك شغلتها على الحارك يعني يعني قلبها هيك عم يفوق. ما بعرف شو بدي اقول لك. ابني ما بحب هيك شيء يعني كثير كثير والله بيرتعب منها اذا شافها عم تعمل هيك. يوه. اذا جابر بردني هو ارتعب منها. بس بتصير بتصير يلا بتصير مثل ما بدك بتصير. اذا بدك نجيب لك غيرها. ايه ايه لكن احنا بدنا نجيب. حبيبتي البيت كبير بيستوعب تنتين وثلاثه واربعه. خلص رح اجيب لك اربعه. ايه معلش ما يكون لك فكره. ايه خلص ريحي بالك. هي ما عجبتك حسيتيها هيك؟ لا لا هي ظريفه ظريفه وعين الله عليها ومو ناقصها شيء. بس هيك خشني شوي يعني خشني بتعاملك. بجوز لانه اول مره يعني خجلانه شوي.
هلا هي بجوز خجلانه شوي. لك ماشي الحال، يلا بتصير بتصير. بكره لما بيجوا البنات الثانيين بتندعك هي وياهم، وانا متى ما نزلت لعندي هيك شوي شوي بدعكها. منيحه. شوفي اختي ام سبع، انت غاليه كثير على قلبي. اذا ما عجبتك بلاها نجيب غيرها. في غيرها وغيرها وغيرها قد ما بدك بجيب لك. لا حبيبتي هلا هي منيحه، عين الله عليها ومؤدبه مبين عليها ومهذبه، بس شوي مسترجله. يعني هي الصدق مسترجله شوي. بتصير بتصير ماشي ان شاء الله. ما بعرف ان شاء الله هلا فوق ما تخانق هي وجابر. بدي اسالك هلا البيت فوق مفروش؟ لكن انت ما شفتي؟ لا والله ما شفته. شو بيت بياخذ العقل له بيرقص مو ناقصه شيء؟ يوه. ابدا، لكن انا عم ظبطه ابني بدي جوزه فيه. ما شاء الله. معناتها بيعجبها اكيد. ان شاء الله يا رب، حقوم انا اساوي القهوه بين ما ينزلوا لنا. ايه. يلا حبيبتي، ما حطول عليكي. الله عليك يا سبع البوندع. والله الحلو البيت ظريف. شو؟ لك شو صار معي؟ شو عم تسوي استخارة؟ شو صار معي؟ ليش تأخرتي؟ ليش عم تعيط؟ بعد هيك؟ بعد هيك؟ أبو عنتر حاسك أنت. لا حول ولا قوة إلا بالله، شو في هون؟ شو في صار قصير؟ بعد هيك؟ بعد هيك؟ لك شو قاعدين بغابة عم تنطي على الشجرة وأنت؟ لك عم فحص البيت. فحص البيت؟ دكتورة؟ هذا اللي بجوز ظريف هون، خشبات حلوين نظيف، ليك في موحة موحة. مين معه نسخة على المفتاح؟ مين معه نسخة عن شو؟ عن مفتاح البيت. مفتاح البيت صاحب البيت خاتم سبع البومبا. ايوه بس ايه بس خاتم سبع يا سبع البومبا يعني. عجبك حلو؟ بيت ظريف فول ابشي فتحة سقف جنبه معي شدك شو بدك مصاري؟ حلو ما؟ ايه شو استبينا يعني؟ بنشوف. شو بدك تشوفي؟ بدي اشوف اقفل الباب هلا، شفت الشبابيك، شفت المطبخ، شفت الحمامات. ايه عجبوكي يعني؟ ايه خلص سكن ليش بدها انت؟ والطاقة. انو طاقة؟ للي ناحي من هو؟ هي مشان الحمام، لا قصدي مشان الحمام يعني طاقة حمام، مشان ما البخار يخنقك، مشان ما تختنقي بالبخار. فلي اياها. ايه خلص ما قفلها، شو هالشغلة العظيمة ما قفلها. ماشي. في هي ما بدها يكون عم فيك هي ولا لا، خلص. شو بدك فيها انت؟ خلص ما بدي فيها بعد انت. الله معك مع السلامة. شو هاي؟ الله يعينك يا سبع اذا كانت هي. كانه طولوا شوي ما؟ ايه معلش هي بتحب هيك تشوف التروي على مهلها، مركي عم تعيد على البيت مره ثانيه، تشوفه مرتين ثلاثه. لك تشوفه خمس مرات. عليكم اجوا. دامي يلا. دامي لشوف. خير. عجبك البيت بنتي؟ خير يصيبك خالتي. حلو البيت يعني مأمن وشبابيكه منيحة وكل شيء منيح والقفولة منيحة. على أساس إنه مين بده يسترجي؟ مين بده يسترجي يفوت وأنت جوا؟ ليش بتخافي حبيبتي أنت شيء؟ الله يسامحك يا خالتي. هذا حكي مو مبين عليكي إنك بتخافي. يعني اعتمدتي عجبك؟ نشوف قد ايه بدها تعطينا اياه. بدها خالتي طابة بالإجرة. حبيبتي ما بدي إجرة. أنا ماني بحاجة للمصاري. أنا بدي أجر لبنات هيك زراف حلوين مثلك مشان أتسلى أنا وياكم وأتونس فيكم حبيبي. خالتي ما بصير. أعطيهم للآخر. يو. أيوه. إي خلص بقى، خلص عم قلت لك ما بدها إجرة. فرطي يا بقى أنت الثانية. بصير هيك بلا إجرة. إي خلص اسكتي شو بك؟ أمرك خالتي كامل. حبيبتي أنا ما عندي بنات. وأنت مثل بنتي واللي بدهم يجوا كمان رفقاتك كمان مثل بناتي. تسلمي لي خالتي الله يعزك. الله يرضى عليك. الله يسلمك، سلمي، أهلا وسهلا. إن شاء الله ما عذبك جابر. شوي. أيوه، ليش عم تحلي فيني مثل في شطار بيني وبيني؟ شو عاملين جايبين نحن؟ عذبتك شو بدي عذبها؟ بتعذب 10، بتعذب ضيعة بكاملة هي، جايبيني مصارع من هربان المصارع الحرة، جايبيني مصارع الحرة. عم يطوشني هذا؟ لا روقي روقي طبعا. حبيبي بدك تتعودي عليه جابر ما في منه. مثل جابر طيوب كثير. يعني بيحب المزح وقلبه طيب. شكله أهبل. لك ايه؟ لا يقبرني فهيم وذكي
وكيف ما زتيتي بجوار؟ لكن مو بس هيك، مو بجي واقف، انا مثل الزبديه الصيني، من وين ما دقيتيني بظن. صح بظن بظن يعني حدقك قتله بعدين. اه بس ما بظن بقتله، ما بظن دخلي سؤال صغير بعد اذن خالتي. خالتي شو كان اسمها؟ ام كامي. بعد اذن خالتي ام كامي ولا تسالي البومبا. ايه وبعد اذن خالتي ام سبع كمان البومبا. دخيلك انا. سؤال صغير تفضل. عجبك البيت؟ هذا شو صرنا ساعة عم نحكي؟ ايوه ايه ايه ما انتبهت نسيت. عجبها عجبها. صبتك فنجان قهوة؟ ايه ايه تحرك. جبتك فنجان قهوة انا؟ ايه ايه صبي ليكو. صبي صبي بنتي صبي لحالك، إذا بدك سكر هي سكر كمان. سادة الله يجينا، الله يجينا من الأعصاب، الله يجينا من الأعصاب. يا تنغلي بنتصرف. ما قلت لك أهبل خالتي؟ لا بنتي لا، والله ما في منه، حبه وطيوب. بعدين شوفي هلا انت ما تعملي بجفاصه انت وياه. بروقي عليه، هذا بكره بده يخدمكم، يجيب لكم اغراضكم، يامن عليكم، يحرسكم، يحميكم، شو بكي؟ ايوه والنعم منه والله. ومنك يا بنتي. الله يعزك خالتي، الله يخليكي. شو رايك ام كامل؟ خالتك ام سبع ما في منها، حنونه، حنونه، طيوبه، خدومه، كريمه. تاخذ العقل بكره بتشوفي حبيبتي. هذا من اصلك. الله يرضى عليكي، ان شاء الله بتنبسطي معنا ان شاء الله. خالتي بعد امرك قليلي تعطينا نفتح نطلع افتح شوي واتعب. والله معك حق يا بنتي، ما شربتي قهوتك لك امي؟ اه على فكره مكامل بتبصر فنجانها حلو. مالي بالقصص خالتي. ايه صحيح. انا نسيت نحن انا وياها منبسطين لبعضنا. ايه شو هالسؤال هي؟ اذا بتعرف انه انا ببسط تسحب جلابونت علي. الله يسامحك خالتي مو لهالدرجة. قومي 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 لاعطيك المفتاح. شوف مدام. تمام الحمد لله. وين الغابة مدام؟ شو عم تعملوا؟ عم تشربوا قهوة؟ يعني هيك بس شو اسمه؟ روح كمل عيشوا حياتكم، اشربوا قهوة، اشربوا بيرة، اشربوا ويسكي، اعملوا اللي بدكم اياه. أنا فايتي ارتاح. مبسوطة مدام. وين كنتي مدام لحالك؟ والله انشغل بالك. لا شو عم تسأل مدام؟ شو دخلها؟ روحوا كملوا سهركم. اوكي. وخلوني مروقة. وصلك؟ لا لا تخاف، خاف على حالك. وصلك مدام؟ ما في داعي. ماشي روح فوت لحال. اوكي تصبح على خير مدام. وين كانت؟ شو بعرفني وين كانت؟ على اساس انا بعرف وين كانت. بس والله جاي مروقه ومبسوطه. انت ما بتعرف. انا بعرف. خلص وليام انا فايت لجوا. قصدي يلا فايت. ضرب عقلبك يلا مدام. مثل الفل بدي اياه، مثل الفل بدي اياه. معقول انت عناد؟ معقول لك ابي فراس؟ ليش عم تضحك؟ لعمل بيتك ان شاء الله، ليش عم تضحك؟ معلم هذا فراس مو شغال شيء. ليه ما خليت له؟ روح روح ولا عليك حالي انا اللي شغلته. قال واثق منه هون. معلم ليه ليه؟ ياكل مي، ياكل سكوب. اللي انشغلته هاي شغلته شو؟ ركي انشغلتك هون، هي النظافه بدي اياها مثل الفل عم تضل ضمي. حتى لو كان ما لازم يسامحني، يعني والله انا كمان هالضمري، يعني خليه يشتغل شوي نشوف هي. بعدين انا بشتغل بالارقي خليه وين جنب ياك سبع ما كنت بفهم ليه جابك سبع ما كنت بفهم من عند اجيبني يعني على اساس خبيره عن الشهر 20000 كبسريات. اي والله خبير بس ماني شغل بالشهر. شرف الاستاذ اهلين سبع. اجى اللي مشغلني مرحبا طاري. ليه اخي سبع شو بقى؟ شو بقى؟ منين جايب لي اياه لعمالتك يا سبع؟ منين جايبه؟ شوف الوخر جوا والمسألة مو حطيت راسي براسه بس هي الكافيتيريا لك بدها نظافه بدها ريحه هيك نظافه يعني ما بصير هذا الشيء. ما اختلفنا ما اختلفنا 20 شخصين صرتوا اللي عم تقدم منه كل ما بيجي واحد ما بيعجبك كل ما بيجي واحد ما بيعجبك. لا اخي كل اللي عم تجيبهم مو منا وهي واحد انت شغل ايدك. انا ما بدي انت تجيب اخي انا ما لي علاقه بالقصه.
انا شايفه حرق وشغيل. لك هو حرق حرام، الواحد يحكي ضمير، هو حرق وشغيل بس وخم وسد. وهذا الثاني تبع الرجل كل ما بتحكي كلمه بتضحك. نجد بياو كمان جايب هذا كمان بضحك يا صغير لسه هلا شوي شوي ما هو عم بطول بهذا. خدت تعبان الشغل شايف وين العالم وين القصه شو القصه؟ ما بعرف ما في حدا حتى كانوا عم تيجي عالم تقعد برا شوي وتقول ليش عم تصير برا؟ شو في معه؟ شو القصة؟ ما بعرف. انت عيالك على الشغيلة وصديقها خانقة وياه. طيب انا ما بعرف هي، شوف شو راح اتعامل معهم. لك شو؟ هي ما بعرف حبيبي يجيب لي نسكة. يا عيني عليك، هذا الشغل تبع الكافتريات، هذا شغل السياحة في جزر العالم. هلا انا احسبني زبون قاعد بالكافتريا عندك حبيبي وشوفك عم تسفقوا كف للشغيلة. بدي اقول لك شو يا سلام، الله يرضى عليك. راح نقسم الشغل بيني وبينك، اسبوع او اسبوعين. تعامل مع الزبائن شوف شو بدك تعمل. لا ما حزنت. ليش ما حزنت؟ هيك مالي فاضي انا. لك شو شريكي على فاضي انت كان؟ لا بس تجي اخر اسبوع تقبض المصاري وتمشي. يا ابو طارق انا بقبض مصاري. لك اعطيني المصاري اللي عم تعطيني اياهم. شبك ابو طارق؟ متلتل المصاري عم تعطيني اياها. طيب بيجي مره بتقول لي ما في شغل خفيف مكسورين بدنا سكر لازمنا نسكافيه لازمنا بن. اكيد لازمنا كمان لازمنا شو قاعدين قاعدين وين ببيت ولا بقهوه نحن قاعدين بكافتريا ولا كبير؟ انت شريكي بالكافتريا يعني من دخل الكافتريا بتجيب مواد. لا ما يصير مو هذا اللي مضوجني. شو اللي مضوجك؟ ميسي لك سبع ضربه رجله امبارح هذا اللي مضوجني. ميسي؟ سلامته مو خبريه منه. لك شو دخلني هناك ميسي؟ إيه طبعاً بدك تحكي هيك شو دخلك ميسي؟ خليك مع ريال مدريد تبعك رونالدو ريالدو ولا شو اسمه هذا؟ لك أنا لا مع ريال مدريد ولا مع برشلونة يا أبو طارق شو بك أنت؟ لا تسلبها لا تسلبها سبعة الله يرضى عليك قصداً ضربوا قصداً ضربوا ضربوا رجله قصداً خايفين منه أخي هذا ميسي. هلا اقول لك شغله مشان تفتح مخك معي، هذا كله متفق عليه، كله عم يقبضوا ملايين. لك روح انا لسه بقول لك كله متفق عليه متفق عليه، قصدا ضربوه. ما بصير يا عماد، قصدا ضربوه اخي ما بصير هذا الحكي. طيب يرجعوا يضربوه شو بدك تعمل؟ عندهم اخلاق هدول، مو مثل فريقك. امبارح ما كنا عم نلعب حلو نحن. لك العمل يضربك كمان، من اجل يجي يجبرك. لك سعيد انت سعيد هو اللي جايبك بدك تكون معه. انت مع مين؟ انت مع برشلونه ولا مع ريال مدريد؟ لا مع الرياض. مع مين؟ مع برشلونة. هلا هاي تسلبها؟ مع جارو ولا مع برشلونة ولا؟ مع الرحام. روح انا خليتي. انا مع الحكم. العمى بعيونك صحيح؟ مع ريال هاي. اخي انت طارق خذ اخي شو؟ هذا شيء وهذا شيء، الشراكة بيناتنا الله وكيلك بحلها، بدك تكون مع ميسي. حبيبي انا لا مع ميسي ولا مع رونالدو. شو رايك؟ كل يوم جايين تشيك وكانوا طائم وكذا، وين عم تروح انت؟ ما بعرف، وين عم تروح؟ عندي مباراة. عندك مباراة؟ ايه. هات الريمون هات وين الكنترول تبعك هاتو شو بدك؟ هلا بتطلع المباراة هات لا تعمل لي طراني مشان المباراة هات ولا هات بلا سلمتك انت الثاني مع ريال روح خليتي بلا ساوي لاوي عمك سبع ما عندنا بنت شو ما عندنا بنت روح من خليتي روح حبيبي تفتري ما فيها بنت في بنت شو ما في بنت خلص هلا بتطلع المباراة بتضرب ريال أهلين سبع يا عمي ما عم تسمع مني كلمة هاي ثالث زبون عم يطيق شايف كتفك رح يطيق لك شو كتفي رح يطير هدد كتافي يا لك بيعها بيعها للسيارة وخلص منها تحت ايدي سوزوكي بتاخد لا باي بيعها هاي بيعها يا عم نبيع يعني بيرضيكي صار معه ديسك لعمي ما بيصير شيء باذن الله شلون ما صار هلا بينام ساعتين زمان احلى بصير مثل الحصان شو مثل الحصان؟ ايه ما بدك احكي لك شو صار معي قد السبب؟ ايه والله ما حكيت لك اجت هي البنت اللي اسمها نضال ايه بتاخذ العهد بتعرف انه حلوه كثير شو نضال؟ ايه بعرف شو الحكي؟ كثير حلوه مو مثل ما قلنا ابن اخوك لا انت متاكده انه انت اللي عم تحكي عنا اسمها بس لك شبهها ايه هي مسترجله ايه اول ما فاتت لعند السبب كسرت الباب لا ما كسرته لكم طلعت المخلوقه بتعرفها شافت البيت ايه تفقدت الاماكن كلياتها المداخل والشبك تبع الحديد اذا في حدا بينزل حدا بيطلع حدا يعني فظيعة شو حدا بينزل حدا بيطلع اذا طابع عالي شلون بده ينزل اسف على المقاطعة عمي كثير 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 عمي حديثة اسف على المقاطعة انت متأكدة انه نضال اللي جاي ولا تبع الوحدات الصحية؟ لا اكيد نضال هي البنت بس
انه مسترجل بتحكي مثل الشباب مثل الرجال. طب اسالينا يا بتشتري التاكسي؟ بدك تبيع التاكسي هلا؟ لا ما صفر غير شو سيارة لك يا عمي ما بدي بيعها بعدين بنبيعها. المخلوق المهم ام سبع رضيت تتاجر البنات كلياتهم مو بس نضال حلو يلي بدي يجيبهم بعدين رضيت تتاجرهم ببلاش هيك لوجه الله شو بلاش؟ ايه ما بدها تاخذ مصاري المخلوقة شو وانتي؟ شو انا؟ بيتها انتي وين؟ أمك يعني وين المصاري؟ إيه شو هي؟ سمسرة أمك سمسرة وينها؟ إيه سمسرة إيه هلا وعدتني بدها تكرمني يعني مين هي اللي وعدتني بدها تكرمني؟ أم سبع أم سبع ولا البنات؟ لا لا أم سبع بدها تكرمني بس مو هلا إمتى؟ يعني شوية تانية الله يكرمك يا مرت عمي يا حبيبي الله يكرمك أنت على فكرة أنت مثل أمي مثل أمي الله يرحمها مثل أمي هيك كانت تقول قدامي صحيح كنت صغيرة لما ماتت شو كانت عمي شو صار معك؟ شو؟ هلا لقى لي واحد هلا قلت لك التاكسي ما بدي بيعها عم يشتغل عليها عم يسبب عليها لك عمي حبيبي هيا رزقنا اسمع مرت عمي اسمع حبيبي يا روحي حل عنه لعمه ما بدنا نبيعها للسيارة يا مرت عمي أنا خايف على عمي أنا خايف على عمي ابليان عمي بيعرف يسوق ومعلم سواقة بس بالطريق ما حدا بيعرف يسوق بيرضيكي حدا اليوم صار معه ديسك بكره بصير معه رأس شرقي بقى اللي بعده أبصر شو بصير يا حبيبي نحن رضيانين ما بدنا حدا يضربه رضيانين شو بده يصير من الله منيح خلص خلص كوت خلص يا ابني الله يرضى عليك نحن رضيانين بما أسمنا الله بس انا بخاف عليك عمي بخاف عليك خلص السيارة ضبطها شوي شوي يعني الا مصر تنزل على غالي مصر تنزل على غالي يعني يا عمي كارد ان شاء الله بتنزل بمنازلهم حاج فاول على عمك يا عمي كارد دولاب ما حلو ما حلو ابليس قدامه قاعد الشيطان قاعد يا مرت عمي لكن ليش عم تقول لي بيعها وسوزوكي وموكوكي ومدري شو على الاقل السوزوكي اذا اجتك ضربه من ورا ما بينزل غير الدرابزي ما بتقرب لقدام الضربه يا عمي شو الضربه من قدام يا عمي بيرجع لورا السوزوكي شوفير وعدا خلص بقى خلص خلص طيب نرجع لموضوعنا عمي تفضل شو قصه هاي نضال نضال بدها تستاجر البيت فوق ايه وشو قصه انه هاي ما في سمسره لا 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 عمك لا 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 وعدوني خلاص فهمنا التاكسي ما حنبيعه راح النقل والسمسره ما راح تيجي كمان مين اجيب حق ملبوس بدل يا جماعه خلاص بتتدبر لك ابني بتتدبر ايه شو بعد ان شاء الله خير لا تكون عصبي مثل عمك عمي انا مو مشان شيء انا لاني بخاف على انت مثل هالي انت مثل ابي الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله وكيلك يا عمي الله وكيلك يا عمي لما نزور لابي برار الفاتحه بس حالي عم شوفك قدامه يعني وفرتوا علي مشوارين واحد قدامه واحد تحت واحد نفرت صباب صغير لا عمي شو عم تحكي انت والله بفعل شوفي المهم عمي الله عم يشوفني لا عم يعد لك اسماء الترب يا عمي قديش قديش هيك فلهوي وراقي وفهمان ويعني حديثه حلو ها حديثه حلو لكن اطيبوا لي الطيبات ما تعمي